واليوم رح نحكي عن مشكلة شائعة جداً بين الأشخاص وخصوصاً بخلال فترة تغيير الفصول وفصل الربيع والصيف. كتير من الأشخاص ممكن يعانوا من مشكلة حساسية العين، وهي المشكلة ممكن يرافقها كتير أعراض ممكن تكون مزعجة وممكن تكون جداً مؤلمة بأحيان تانية. صحيح يا عفاف، ورح نحكي اليوم أكثر، نتوسع نعرف الأسباب وأيضاً طرق العلاج، وهل هي مشكلة مزمنة؟ يعني كل تبدل ممكن هاي الأشخاص يعانوا من هذا الشيء، ولا ممكن يكون في طرق لتجنب الإصابة بحساسية العين وجفافها عند فصل الربيع والخريف؟ كل هاي الأسئلة والتفاصيل رح أكيد يجاوبنا عليها بالتفصيل الدكتور جهاد نويلاتي، اختصاصي في جراحة العين. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين، عاد عليك ورمضان كريم إن شاء الله. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا. يعني خلينا بالبداية نتعرف بالأول على العين الحساسة اللي ممكن هي تتحسس من أي فصل أو من أي شيء، وبعدين ننتقل لحساسية العين اللي هي بتصير بتبديل الفصول. رح نبلش بالموضوع أنه طبعا ما في حدا منا معانا من موضوع تحسس العين. هي نسبة حدوثه شائعة، طبعا ترتبط مع تقلبات الفصول وقت بننتقل من البرد للصيف، ومن وبالعكس رح نلاحظ حدوث بعض الأعراض المزعجة. هلأ لنفوت لهالمدخل، هاد خلينا نسميها هي التهابات الملتحمة التحسسية. شو هي الملتحمة؟ الملتحمة هي الغطاء الأبيض الشفاف اللي بيغطي كرة العين، وطبعا ما عدا القرنية بيغطي بياض العين يعني، وبيغطي الأجفان. هي طبقة رقيقة مكونة من بشرة ومن ألياف، هلأ هي على تماس مع الهواء المحيط فيها، فهي اللي بتتعرف على الجسيمات المحمولة بالهواء وبتخلق لنا الحساسية، بترتكس يعني بتعطي رياكشن خفيف، بتصير فيها تفاعلات التهابية، فبتزيد إفراز الهستامين، فبتزيد الإفرازات المائية، وبتبدأ الأعراض المزعجة. هلأ رح نصنفهم. هلأ هاي التهابات العين التحسسية أو التهابات الملتحمة التحسسية هي صنفين كبار، ممكن هي تترافق مع التهابات الأنف، يعني ممكن التهاب ملتحمة وأنف تحسسي، تمام؟ ممكن تكون التهاب الملتحمة مثل ما حكيناها مع القرنية، يعني أول طبقة من العين. هلأ هدول القسمين الكبار. هلأ رح نبلش بأول شيء هو التهابات الملتحمة والأنف التحسسية. في منها طبعا بيكون طبعا هي تحسس لأي شيء محمول بالهواء اللي ملامس لسطح العين، اللي بيكون من الجو المحيط. عادة هو ممكن يكون فصلي، يعني ببداية الربيع والصيف، خاصة ببداية الربيع، وممكن يكون على طول السنة. يعني هي السبب هو مواد محمولة بالهواء عم تلامس سطح الملتحمة وبتعمل لي التفاعل التحسسي بالملتحمة، وبتبدأ الأعراض المزعجة. يلي بيكون بالربيع غالبا بيرتبط بغبار الطلع، تمام؟ فأي تعرض لغبار الطلع بهي بفصول الربيع، كتير من الأشخاص بيلاحظوا حدوث تحسس بهالفترة من السنة. بتبلش بحكه بالعين طبعا، بتبلش بمفرزات دموع زيادة، مفرزات مائية شديدة، حتى بتوصل من الأنف، لأنه طبعا مخاطية الأنف تترافق بالالتهابات التحسسية، باعتبار اتفقنا هو غبار الطلع بيمكن يلامس سطح الملتحمة وممكن يفوت للأنف، فالآلية التحسسية نفسها موجودة هون هون، فبترافقوا مع بعضهم. هاي الأعراض المزعجة بفترة غبار الطلع بتكون بموسم محدد من السنة، وممكن التهابات الأنف والملتحمة التحسسية تكون على مدار السنة، خاصة بنهاية الصيف. هاي بتترافق مع مواد، يعني مع مواد اللي بتحسس، بتجي مثلا طول السنة، ممكن يكون هو عبارة عن العت أو عن 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 حمى العلف بقلولة، أو على مدار السنة. هي بتلاحظ بعض الأشخاص بيعانوا منها، ما بتكون فصلية، بتكون على مدار السنة. طبعا بتختلف بمحرضات معينة، بظروف الرطوبة يعني الجفاف الشديد وارتفاع درجات حرارة أكيد بتزيد. هي رح نفتنا بالصنف الأول. مثل ما حكينا الأعراض المزعجة رح نرجع نأكد عليها، لأنه كل العالم رح تعاني منها. ممكن تكون طبعا بيكون بالعينتين، لأنه هي عوامل خارجية عم بتقرب على الملتحمة، طبعا بتلامس العينتين وكمان بالأنف. الأعراض أهم شيء هو الاحمرار العين، ممكن وزمة الأجفان، ممكن مفرزات مائية خفيفة، سيلان الدموع، شعور بالوخز،
كل هالاعراض التحسسيه، الحكه صحيح سيناها الحكه كثير مزعجه من الاعراض المزعجه. هلا كل هالامور هي العلاج طبعا يبدا بالوقايه، لانه اتفقنا العلاج السبب هو شيء محمول بالهواء عم يلامس السطح الملتحمه ويفوت للانف، فالعلاج يبدا بالوقايه. يعني بدنا نبعد عن الغبار الطلع قد ما بنقدر، ممكن ارتداء نظاره شمسيه، ممكن الكمامات حتى ما يفوت باتجاه الانف، تغسيل بمي بارده اكيد، وطبعا الاجتناب انه نطلع بالهواء وقت الغبره واللي وقت بيطلع، خاصه الناس اللي بتعرف حالها اللي عندها بنيه تحسسيه فلازم تعمل الوقايه، لانه متى ما بلشت الاعراض التحسسيه رح تكون في ازعاج شديد. هلا بس مع العلم هذول الاعراض كلهم هي اعراض مزعجه بتؤدي لعطاس، بتؤدي الى يعني بس ما في مشاكل حيوية عضوية شديدة بتؤدي لسطح العين، عكس القسم الثاني اللي رح ندخل فيه اللي هو التهاب الملتحمة، تمام؟ مثل ما سميناها هي الطبقة الشفافة اللي بتغطي الأجفان وبياض العين، اسمه التهاب الملتحمة والقرنية. هلأ هون تدخل عندي القرنية، الكورنيا اللي هو أول طبقة كاسرة للضوء بالعين. هدول غالبا يلي بنسميه الرمد الربيعي، عادة بيجي ببداية يعني عند الأطفال أعمار 5-6 سنين، بيستمر للبلوغ، غالبا نسبة شفائه تكون عفوية بعد سن البلوغ. بهالفترة بتكون في ذروة بالجهاز المناعي اللمفاوي عند الأطفال، فبيعطي تفاعلات مع العوامل الخارجية بطريقة شديدة، هذا المسميه رمد ربيعي. ليش بنحكي فيه؟ لأنه هون ممكن يؤدي إلى عقابيل خطيرة بتهدد النظر. أهم شيء هي القرنية المخروطية، باعتبار داخلت في القرنية نتيجة الحك المستمر ممكن يؤدي إلى إصابة القرنية بتمددات القرنية المخروطية. هو مرض بالحقيقة شائع عنا. الأعراض بين هذول الصنفين طبعا مشتركة، لأنه هي بالأخير أعراض تحسسية، اتفقنا هي الحكة المفرزات، طبعا بتكون العين حمراء، الجفن أحيانا بيكون أحمر، وزمة أجفان، قد بعدين من كتر ما منخرش العين بالحك أحيانا ممكن تجي عندي التهابات جرثومية. يلي بيميز الالتهابات الجرثومية في حال حدوثها هي طبعا المفرزات الصباحية الصفراء مع يعني التصاق بالرموش الصباحي، هي يعني بتكون هي إصابات تحسسية، من كثر ما صار تخريش لسطح الملتحمة بالحك ممكن تؤدي التهابات جرثومية. بهالحالة طبعا بتزيد شدة الأعراض فبتصير مزعجة أكثر، فهون نحن بدنا نعالج الاثنين، الإنتان الجرثومي الثانوي اللي صار، طبعا الاصل التحسسي اللي لقاله. هلا هدول الصنفين الكبار طبعا في تقاطعات كبيره من الاعراض، والعلاجات بالحقيقه تبدا بكلا الطرفين، هو تبدا بالوقايه. اكيد يعني دكتور حضرتك فصلت كثير وريحتنا من كثير اسئله واستفسارات مثل العاده، بس في بعض الاشخاص بينصابوا ب يعني شكل اخر او اعراض اخرى اللي هو ما بيكون في سيلان، ما بيكون في بيكون في جفاف، بحس انه العين جافه كل الوقت بحاجه لترطيب، في حرقه بالعيون وخصوصا بوقت الحراره العاليه مع بدايه الصيف، هل هذا ايضا نوع من انواع الحساسيه الموسميه؟ لا، هلا هون انت فتي على صنف ثاني اللي هو التهاب العين الجاف، يلي هو طبعا احنا خلينا نحكي انه العين فيها غده دمعيه وفيها غدد دمعيه مساعده، الهدف من افراز طبقه فيلم دمع بيغطي سطح القرنيه وبيغطي العين من الدم. هلا في بعض الامراض تمام بتؤدي الى انه تكون سماكه فيلم الدمع الموجود قدام سطح القرنيه خفيفه، فهون بيعطينا شيء اسمه الدراي اي او جفاف العين او التهاب القرنيه والملتحمه الجاف. هلا هدول اعراضهم ممكن يختلطوا مع الاعراض التحسسيه، تمام؟ في كثير شغلات مشتركه وفي شغلات مختلفه عنهم. هلا الاحمرار العين غالبا بيكون مشترك بين الاثنين، بس في شيء بيميز هذا يعني نقطه علامه هامه، هو ما في سيلان، مو موضوع السيلان، موضوع الاعراض التحسسيه غالبا المرتبطه بفصل الربيع رح تشتد وقت بتطلع برا البيت، تمام؟ وقت تكون قاعد بالبيت ما في هواء ما في غبار طلع ما بتبلش عندي، مجرد ما طلعت بالطريق رح تظهر، هي اعراض تحسسيه. بينما الاعراض تبع الجفاف العين رح تكون كثيفه صباحا، يعني من في الصبح مغمضين فتره طويله مغمضه العين، بتكون مفرزات يابسه، بفي تشوش رؤيه وفي ازعاجات، بيغسل وشه بيريح شوي
بتتحسن الأعراض. هذا فارق بيناتهم، فارق كبير. السبب مختلف، جفاف العين اللي هو السبب الرئيسي، ممكن نقص إفراز الغدة الدمعية لطبقات فيلم الدمع، وممكن أحيانا نتيجة يعني فيلم الدمع مو بس إنه في نقص الإفراز، ممكن في خلل بالانتشار، ومثل اللي بيصير عندي مثلا العضات طويلة على شاشات الموبايل واللابتوب، يعني دائما وقت واحد بيأكد فترة طويلة بيصير في عنده أعراض جفاف. أعراض جفاف مو نتيجة نقص إفراز الغدة الدمعية، وإنما من كثر التأكيد ومن كثر نقص الرفيف الأجفان. يعني نحن حركة التغميض والتفتيح هي رفيف الأجفان هو اللي بيساعد على انتشار فيلم الدمع على كامل سطح القرنية، فبيرطب سطح القرنية بشكل كامل. بينما وقت نقعد مثلا إذا ما ملاحظة حالنا نقعد فترات طويلة، تلاقي واحد عم يأكد ما عم يرف برفه بالعين. فهون بتظهر أعراض الجفاف اللي هي أحيانا بترافق مع دموع، بيقولك عيونه عم يدمع بس إنه حاسه ناشفين. تمام، هي لأنه ما انتشر فيلم الدمع قدام سطح القرنية. فهون فقال بدي أنا وازن ما هي أعراض جفاف العين أم هي أعراض التهابات الملتحمة التحسسية. طيب دكتور، قدي ممكن تكون هاي المشكلة، مشكلة الحساسية والأعراض المترافقة مع إن كان أوقات مؤلمة كتير، أنا عندي الحساسية فأوقات عيوني بيوجعوني كتير. طبعا. ممكن هاي المشكلة تأثر على صحة وسلامة النظر؟ لا، مثل ما حكينا بالصنفين، بالصنف الأول اللي هو التهاب ملتحمة التحسسي خفيف، لا ما بيأثر على صحة النظر. هذا اللي بيكون ممكن يكون ببداية الربيع أو طول السنة. هدول أعراض مزعجة بس ما في لهم تأثير هام على العين، بس وإنما كتر الحك المستمر ممكن يعمل تخريش بالقرنية ومفوت بحلقة معيبة. فلذلك أنه بهذا الموضوع هو مزعج أكثر من أنه يأثر لشغلات بتهدد صحة العين. ممكن يصير في تغبيش كمان ببعض الأوقات، أحيانا بتكون الغباشة مؤقتة نتيجة نحن ما بننتبه على حالنا من حكي كثير. هلأ كتر الحك أحيانا بتعملي وزمة خفيفة بالقرنية مؤقتة بعدين بتروح. بينما القسم الثاني هو الرمد الربيعي اللي هو التهاب ملتحمة والقرنية الفصلي الفيرنال، هذه اللي بصير عند الأولاد، هاد من كتر ما بيحكوا بتصير في عندي تخريش بالملتحمة، وإذا يعني بياض العين خاصة بالجفن وقت نقلبه ملاقي فيه مثل حليمات تحسسية كبيرة، هي بتخرج سطح القرنية، هاد ممكن يؤدي لإصابة القرنية. هون هذا الموضوع بده تدخل، أحياناً نعمل عمليات بسيطة لهالأمور عشان ما تتطور، عشان نحافظ على سلامة القرنية. تمام، بينما الموضوع التحسس الفصلي غالباً هو ما بيؤدي لمشاكل كبيرة بس هو مزعج أكيد. أكيد دكتور، بقيان معنا دقيقتين تقريباً، خلينا نحكي سريعاً أبرز العلاجات بهذا الموضوع، وهل هي علاجات دائمة؟ يعني نوصف مرة أنه معناته هو بيصير كل سنة بيكرر الدواء أو لا؟ هلأ رح نبلش بالنسبة لنا، بالنسبة للموضوع التحسسي، نص العلاج هو الوقاية، نصه أو أكثر، رح نبلش بهي النقطة. الوقاية كيف بتكون؟ تجنب الغبار الطلع اللي بيعمل تحسسات، هذا اللي شرحنا. تمام، خلينا ندخل بالعلاجات الدوائية. حكينا على الوقاية، العلاجات الدوائية، العلاجات الدوائية هي بتركز نحو الأعراض. يعني أنا في عندي أول شيء ببلش، ممكن أبلش بأطرات ترطيب. تمام، أطرات الدمع الصناعي باعتبار بتغسل سطح القرنية، فبتغسل العوامل الملامسة للملتحمة، وممكن الأطرات الموضعية هي مضادات الحساسية الخفيفة يلي ممكن أنا أوصفها لأي شخص بدون ما أقول له راجع طبيب العيون تبعه. هي أطرات مرطبة، أطرات مضادة للحساسية أنتيهستامين، هدول ما فيهم مشاكل كبيرة. ممكن يترافق مع حبوب منع تحسس، الزمر كلياتها اللي بنعرفها، خاصة وقت بيترافق مع سيلان بالأنف، فأنا بدي أعطيه أطرات وممكن وصي يعني حب للحساسية. هلأ قسم تاني وقت تكون الأعراض أشد بدي فوت موضوع الكورتيزونات اللي هي الستيرويدات كلياتها، هي بتعطيني راحة أكثر. تمام، وإنما هي بدها استشارة الطبيب لأنه بدها فحص لسطح العين قبل ما فوت فيها. يعني العلاجات ممكن مضادات تحسس، قد نصل للكورتيزونات. بالنسبة للشيء الدائم اللي أنا ممكن أنا أوصفه للمريض اللي بيعاني كل بداية فصل ربيع، هي مضادات تحسس مع المرطبات، بيقدر يبلش فيها. إذا فشل في السيطرة عليها لازم تكون زيارة طبيب واجب. أكيد بالختام دكتور بدنا نتمنى السلامة للجميع، ولك أكيد بدنا نتشكرك، كنت معنا اليوم دكتور جهاد نويلاتي اختصاصي بأمراض العين وجراحة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، رمضان كريم، يعطيكم العافية.